عشان كده عايز اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي على الهواء مباشره عشان نطمن من خلاله على كل جديد يخص تدريبات الفريق. وانا مضطر اروح له بصراحه، انا كنت عايز اكمل شويه الكلام على موضوع المؤتمر امبارح لكن مضطر اروح له لان هو عايز يلحق طبعا المؤتمر الصحفي. جاهز كريم يا جماعه ولا لا؟ طب يلا هات لي كريم عشان هو عايز يروح طبعا المؤتمر الصحفي في استاد السلام، وده مؤتمر هيكون مهم لمستر فايلر وحسام عاشور كابتن الفريق. يا كريم مساء الخير عليك. كل التحيه ليك زميلي امير، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بيك بكل مشاهدينا. مش هعطلك طبعا سريعا على الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وترتيب الحلقه طبعا عندك، لكن اكيد كل جمهور النادي الاهلي امير حابب يطمن على الاجواء الاخيره، استعدادات فريق النادي الاهلي، المباراه الهامه والمرتقبه الهلال السوداني والنادي الاهلي ان شاء الله. هنقول بعد كده في استاد الاهلي بالسلام، مش هنقول استاد السلام يا امير، خلاص هنقول استاد الاهلي بالسلام ان شاء الله. هتكون هذه المباراه اللي تمنياتنا بالتوفيق باذن الله لكل اللاعبين، للجهاز الفني يكون موفق باذن الله في اختيار التشكيله اللي هكون في هذه المباراه. التدريب كالعاده امير 4 عصرا بدا المران، محاضره كانت 25 دقيقه لمستر ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. الراجل اكيد بيحاول انه يشتغل بشكل مكثف جدا على نقاط القوه والضعف، تابع بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه على مقاطع الفيديو، محاضرات مستمره لكل اللاعبين، 15000 مشجع هو ده اللي انا عايز اتكلم معاك فيه يا امير، والجهد الكبير اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي من 5000 ل 15000، بنطمح ان يكون العدد اكبر من كده لان النادي الاهلي محتاج لجمهوره بشكل كبير جدا، وعلى العكس صحيح جمهور النادي الاهلي محتاج للاعبين بشكل كبير. فان شاء الله باذن الله يتزين استاد السلام كالعاده بجمهور جمهور النادي الاهلي ونحصل باذن الله على اول 3 نقاط في دور المجموعات، وثاني المباراه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. انا يمكن سريعا كده واحنا متواجدين طبعا جنبنا طبعا كابتننا الكبير الكابتن ربيع ياسين طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب. طبعا كابتن ربيع يعني منور الدنيا كالعاده طبعا، منور قناه النادي الاهلي. عايز اكلمك في اجواء المباراه سريعا، مباراه الهلال السوداني والنادي الاهلي، كيف ترى هذه المباراه؟ كيف ترى الاستعدادات؟ فرص النادي الاهلي ازاي الجمهور؟ حطنا كده في الاجواء كابتن ربيع. جمهور طبعا طول عمره عظيم، جمهور النادي الاهلي طبعا حاجه جميله جدا، مفيش احسن يعني جمهور في العالم من وجهه نظري ما شاء الله يعني. في الاوقات المناسبه بتلاقي ده واحد، اثنين الفرقه ما فيش خوف، عندنا القدرات، عندنا الامكانيات، عندنا الانسجام، عندنا التفاهم، عندنا النواحي الفنيه اللي نقدر تطمننا. فريقنا بدا الموسم رائع بصراحه، في فريقين حتى شفنا كاس مصر، شفنا لما اراد النادي الاهلي في الشوط الثاني يكسب كسب وراح وسجل، والنادي الاهلي عنده شخصيه، نادي كبير، نادي يملك الحمد لله الاداره، الدنيا كلها من وجهه نظري انا المدير الفني مع اللعيبه، المدير الفني له دوره في جوانبه الخططيه على الشكل الهجومي والدفاعي، وجد شخصيه كبيره جدا وشخصيه قويه جدا هي شخصيه النادي الاهلي من 1907، دي حقيقه. نتعلم بقى من ماتش النجم الساحلي ان احنا بقى يعني انطلاقاتنا تبقى الامام، نشوف بقى الفرديات بتاعتنا للامام، الكره الجماعيه، انهاء الهجمه، استغلال الفرص بامر الله تعالى، التوغل الفردي، كل ده النادي الاهلي. انا من وجهه نظري ان شاء الله هنعمل ماتش كبير وهنعمل نتيجه كويسه ان شاء الله تعالى، لان احنا نملك القدرات اللي تكسبنا في اي وقت، من اجهز فريق في مصر من وجهه نظر النادي الاهلي، فامكانياتنا رائعه مع مدرب رائع، مع اداره رائعه، مع جمهور رائع، المنظومه ماشيه في الطريق السليم. فمن كل قلبي اتمنى التوفيق وان شاء الله مع النتيجة هنعمل ماتش في الأداء كبير جدا 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 إن شاء الله. شكرا جدا يا كابتن ربيع. أشكرك يا حبيبي، أشكرك، شكرا. أكيد يا أمير بنوجه كل الشكر لكابتن ربيع ياسين واحد من نجوم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي. عايز أرجع معاك سريعا للتدريب، يعني لسه التدريب شغال يا أمير حتى هذه اللحظة، لكن خلاص في المرحلة الأخيرة أو آخر فقرات التدريب. أكيد مباشرة مستر ريني فايلر وكابتن حسام عاشور عقب انتهاء المران هيتوجه مباشرة لاستاد النادي الأهلي بالسلام للمؤتمر الصحفي الخاص في تمام الساعة 8:00. هيكون المؤتمر الأول للنادي الأهلي والساعة 8:30 هيكون مؤتمر نادي الهلال السوداني بحضور المدير الفني صلاح آدم مدير الفني لنادي الهلال السوداني، وتدريبهم الاخير هيكون في تمام الساعه 9. دعواتك يا امير ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله تكون مباراه هامه، تكون مباراه مرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي. قبل ما اختم سريعا طبعا، يعني يمكن حظنا حلو ان احنا بنشوف كابتن ربيع وكابتن شريف عبد المنعم ونجومنا الكبار. المباراه سريعا، كيف ترى المباراه واستعداد النادي الاهلي الاخير، التركيز الكبير اللي احنا شايفينه في عيون اللاعبين؟ كابتن شريف بخبرتك الكبيره شايف المباراه ازاي، وشايف جمهور النادي الاهلي اللي هيزين ان شاء الله استاد الاهلي بالسلام؟ مش هنقول استاد السلام بعد كده كابتن شريف. لا ان شاء الله، الف مبروك الاول على كل الحاجات الجميله اللي حصلت امبارح بالنسبه للنادي، الملعب والرعايه، وبنبارك للنادي الاهلي وبنبارك للرعاه كمان نفسهم، حاجه جميله جدا، وكل ده اللي بيحصل هو اللي يليق بالنادي الاهلي الحقيقه وباسمه في كل مكان. وان شاء الله عقبال ما نشوف طبعا الملعب الكبير بتاع النادي الاهلي، وبنشكر كل الناس اللي هي طبعا يعني سمحت لنا بهذه الفرصه الجميله جدا انها تحقق للجماهير كل مطالبها، وللعيبه كمان وللجهاز الفني بشكل ملعب افضل، بشكل ارضيه كويسه. ففي مجهود كبير قوي الحقيقه من كل المسؤولين ومن كل مجلس الاداره
وتخطيط، والحقيقه كل الناس اللي في مصر بتحب النادي الاهلي وبيحبوا اي نادي الحقيقه، خاصه النوادي الكبيره اللي ليها شعبيه، ان هم يقدروا يساعدوهم. يبقى هو ده الشكل اللي مصر لازم تبقى موجوده عليه دايما. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بعد مباراه بني سويف الحقيقه، والسيستم والشكل والتدوير اللي مستر فايلر بيدور عليه وبيعد اللعيبه كلها وبيخليهم كلهم الحقيقه مستوى اول. ما عندناش دلوقتي بنقول مين قاعد على الدكه، كله في مستويات واحده. فاحنا بنامل ان شاء الله في اول 3 نقاط يكون لينا بكره مع فرقه الهلال السوداني، اخواتنا اللي هيجوا ينورونا هنا برضو، احنا بنحبهم جدا ومن بلدهم الثاني. فكل التمنيات طيبه للعيبه بكره، انها تفضل في حاله التواصل الجميله من الاداء الممتع ومن النتائج. الحقيقه ناهينا على اللي حصل معانا في تونس، ده كلام اي فرقه في العالم بيحصل لها ستوب، واحنا كان النادي الاهلي عشان بيخسر انت عارف بيبقى بيخسر باسباب يعني. فالدنيا كلها شافت وعرفت، انما احنا بنشكر اللعيبه على المجهود الكبير والضغط العصبي اللي كان موجود عليهم، ان شاء الله بيتلاشى بكره بعد اول 3 نقاط، وتبقى هديه اللعيبه ولنا انفسهم الاول ولناديهم الكبير ولجماهيرهم طبعا اللي بكره هتبقى بتؤازر بكل حب داخل الاستاد الجديد باذن الله. بشكرك وبشكر الجماهير كلها ان شاء الله اللي هتبقى منورانا بكره. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، واحد من نجوم النادي الاهلي. اكيد يا امير الاجواء كلها ان شاء الله هتكون غدا في الاستاد النادي الاهلي بالسلام باذن الله، تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. جمهورنا ليه عامل كبير ودور كبير جدا، منتظرين الجمهور، منتظرين كل الامور ان شاء الله تكون معانا باذن الله يا امير غدا في تمام الساعه 9 تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.